السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الخامس الابتدائي، إن شاء الله احنا النهاردة هنشرح آخر درس للنحو عندنا في منهج سنة خمسة، وإن شاء الله أتمنى إن أنتوا تفهموه. مبدئيا عشان أتكلم عن المضاف إليه، قبل ما أتكلم يعني إيه مضاف إليه أو بطلعه إزاي أو بعربه إزاي، أنا عايزة الأول أعرف الاسم. الاسم عندي بينقسم من حيث التعريف والتنكير لقسمين، إما اسم معرفة أو اسم نكرة. اسم معرفة أو اسم نكرة. طيب يعني إيه اسم معرفة؟ قال لي الاسم المعرفة، إحنا عايزين بس عندنا في الاسم معرفة 4 حاجات، حتى لو توافر شرط واحد فيهم، يعني توافر شرط واحد في الكلمة في الاسم يبقى دوت اسم إيه؟ معرفة. زي إيه؟ قال أول حاجة لو اسم شخص، يعني زي أحمد، محمد، منال، علا، منى، صفاء، ولاء، دعاء، أي اسم إنسان يبقى دوت كده اسم معرفة. يبقى كده عندي أول حاجة في المعرفة إنه يكون اسم إيه؟ شخص. أي اسم شخص هو اسم إيه؟ معرفة. تاني حاجة عندي أي اسم بلد، أي بلد هي دي كده اسم معرفة، زي ما بقول مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، البحرين، أسوان، قنا، بورسعيد، سوهاج، المنيا، أسيوط، أي اسم بلد هو اسم إيه؟ معرفة. يبقى أنا كده عندي أي اسم شخص هو معرفة، وأي اسم بلد هو معرفة. إيه تاني من علامات المعرفة؟ قال لو الاسم جاي فيه ألف ولام، يعني إيه؟ يعني زي ما بيقول لي الباب، الكتاب، الحديقة، دي كلها كلمات معرفة. طب معرفة بإيه؟ معرفة بالألف واللام. يبقى أي كلمة أولها ألف ولام، الباب، الكتاب، هما مش أصل في الكلمة، الحديقة، دي كده معناها إن هي كلمة إيه؟ معرفة، بقت حاجة معرفة بذاتها. تمام؟ يبقى أنا كده عندي المعرفة أي اسم شخص، أي اسم بلد، أي كلمة معرفة بالألف واللام هي إيه؟ معرفة. إيه تاني؟ قال لي أي اسم متصل بضمير، أي اسم عندي يجي فيه ضمير، أي اسم مش فعل، أي اسم فيه ضمير بيبقى الاسم دوت خلاص بقى معرفة. زي ما بقول كتابك مضاف إليه الضمير كاف، كاف الخطاب، صلاتهم مضاف إليه ضمير هم. صفاتهن دي برضو اسم معرفة. طب هي ليه بقت معرفة؟ عشان مضافة لإيه؟ مضاف لها ضمير. يبقى أنا كده عندي الاسم المعرفة يبقى في أي شرط من الأربعة دول، إنه يكون اسم شخص أو اسم بلد أو معرف بأل أو متصل به ضمير. تاني يعني إيه معرفة؟ يعني اسم شخص أو اسم بلد أو في ألف ولام أو متصل به إيه؟ ضمير. ده كده الاسم المعرفة. أما الاسم النكرة هو ما دل على شيء غير معين، ما بيوضحليش حاجة معينة، وما بيتوفرش فيه ولا شرط من شروط المعرفة. يعني إيه؟ يعني لا بيكون اسم شخص، ولا يكون اسم بلد، ولا يكون فيه ألف ولام، ولا متصل بيه ضمير. زي ما بقول كلمة باب، هي دي اسم شخص؟ لا. اسم بلد؟ لا. طب متصل بيها ضمير؟ لا. طيب فيها ألف ولام؟ لا. يبقى ده كده اسم نكرة، عشان ما فيهوش ولا شرط من ال4 شروط اللي عندي بتوع الايه؟ المعرفه. كلمه كتاب نفس الكلام، مش اسم شخص ولا اسم بلد ولا متصل بها ضمير ولا فيها الف ولام. وقلم نفس الكلام، وسياره لا هي اسم شخص ولا بلد ولا متصل فيها ضمير ولا فيها الف ولام. دي كانت مقدمه كده عن الايه؟ عن المضاف اليه. طب دوت احنا محتاجينه ايه في درسنا؟ هقول لك اصبر عليها بس دلوقتي، واحنا هنعرف احنا محتاجينها في ايه. تعالى كده نعرف بقى يعني ايه مضاف اليه. في الاول يعني ايه اصلا كلمه مضاف اليه؟ مضاف اليه انا بضيف حاجه لحاجه عشان توضح لي ايه اللي فيها. زي ما بضيف ميه، بضيف للميه سكر، عشان ايه؟ بقول دي ميه بسكر. طب ليه؟ ليه قلت كده؟ عشان اوضح لي ايه نوع الميه اللي ايه نوع الميه دي؟ هل ميه بسكر، ولا ميه فيها ملح، ولا ميه فيها عصير، ولا ميه فيها شاي؟ دي اللي بتوضح لي ايه؟ ايه نوع الميه دي بالظبط. نفس الكلام المضاف اليه هو اسم يوضح ويخصص ما قبله، اسم جاي يوضح لي ويخصص لي الاسم اللي قبله، عشان اللي قبله بيبقى حاجه غامضه عليا فيها غموض، هو بيجي عشان يوضح لي الاسم الايه اللي قبله. بس المضاف اليه عشان يبقى مضاف اليه اشترط عليا شرطين. قال لي اول شرط ان يكون ما قبله نكره، لازم الاسم اللي قبل المضاف اليه يكون نكره. المضاف اليه ما يجيش قبليه فعل، لازم اللي قبليه يكون اسم. الكلمه اللي قبله لازم تكون ايه؟ اسم. هما اسمين بيجوا ورا بعض، واللي قبليه لازم يكون نكره. نرجع تاني، يعني ايه نكره؟ يعني مش اسم شخص ولا اسم بلد ولا فيها الف ولام ولا مضاف لها ضمير. تمام. تاني حاجه ان هي توضح وتخصص الاسم اللي ايه؟ اللي قبلها. تمام. تعالوا كده نشوف بعض، ناخد مثال على كده. بيقول لي محمد كثير الخلق. لو هنعرب الجمله عاديه هنا كده، محمد هتعرب ايه؟
محمد مبتدأ. أسأل بعد كده بإيه عشان أطلع الخبر بماله أو مالها. محمد ماله كسير، يبقى كسير دي الإيه اللي خبر. طب إيه العلم دي مثلا؟ العلم ده كده يا ميس هتقول لي أنا شك إنها مضاف إليه، بما إننا بقى إحنا بنشرح المضاف إليه يبقى دي مضاف إليه. هقول لأ هي مش كده، أعرف بس الأول أنفذ عندي الشرطين اللي أنا حط اللي المضاف إليه حاططهم لي. إيه هما؟ أول حاجة الاسم اللي قبليه يكون نكرة. طب هي كثير دي جاية نكرة؟ أه يا ميس جاية نكرة. عرفت إزاي؟ قال لي لا اسم شخص ولا اسم بلد ولا مضاف لها ضمير ولا فيها ألف ولام، يبقى دي كده على طول اسم نكرة. تمام. والعلم جاية توضح الاسم اللي قبلها. اه انا لو جيت خبيت عليها كده محمد كثير ايه؟ محمد كثير الخلق ولا كثير العلم ولا كثير الادب ولا كثير المال؟ قال لي كثير الخلق، يبقى هي جت وضحت لي وازالت لي الغموض اللي في الكلمه بتاعت كثير. انا لو قلت محمد كثير وسكت انت ما فهمتش حاجه، فهي جت توضح لي وزالت لي الغموض اللي في كلمه ايه كثير، يبقى انا العلم عندي هي اللي ايه اللي مضاف اليه. تمام. نتنقل على مثال تاني. سماء بلادنا صافية. سماء هنا هتعرب ايه؟ هتعرب مبتدأ عشان اسمه جاي في اول وايه وبدأ بيه الجملة، يبقى على طول مبتدأ جملة اسمية. سماء مالها؟ سماء بلادنا مالها؟ صافية، يبقى صافية هي الخبر. بس دي مش مشكلتي، انا مشكلتي دلوقتي عايزة اطلع المضاف اليه. الجملة دي فيها مضاف اليه؟ هتقول لي يا مستر انا شاكك في كلمة بلادنا. طب شكيت ليه؟ قال لي عشان هطبق عندي الشرطين بتوع المضاف اليه. ايه هما؟ قال لي ان كلمة سماء اللي جاية قبل المضاف اليه قبل بلادنا اولا جاية نكرة. عرفت منين انها نكرة؟ انها مش اسم شخص ولا اسم بلد ولا مضاف لها ضمير ولا فيها الف ولام. تمام. طب هي جاية توضح اللي قبل الاسم اللي قبلها. اه كلمة بلاد جاية توضح سماء ايه بالظبط؟ سماء بلادنا ولا سماء امريكا ولا سماء ايطاليا ولا سماء ايه بالظبط اللي صافيه؟ فقال لي لا سماء بلادنا، يبقى ازالت لي الغموض اللي في كلمه بلادنا. اتحقق عندي الشرطين، يبقى دوت كده مضاف اليه اسمين ورا بعض، الاولى جايه نكره والثانيه جايه توضح الاسم اللي ايه اللي قبلها، ده كده اسمه مضاف اليه. طيب تعالوا نتنقل على مثال تاني. اكلت من شجره زيتون. فين هنا الكلمه اللي انا شك انها مضاف اليه؟ تعالوا نعرب الجملة من أولها. أكلت ده فعل إيه؟ ماضي ومن حرف جر، وشجرة اسم إيه؟ اسم مجرور. طب لأ لحظة كده يا مس، هو دي جملة فعلية، هقول لك إن المضاف إليه أنا ماليش دعوة، يجي في الجملة الإسمية يجي في الجملة الفعلية، مش مرتبط بجملة معينة. تمام؟ طيب فين هنا المضاف إليه؟ هتقول لي إن أنا شاكك في كلمة زيتون. طب ليه شكيت؟ عشان هي جاية توضح لي الاسم اللي إيه؟ اللي قبلها، والكلمة اللي قبلها نكرة. عرفنا منين انها نكره؟ ان شجره مش اسم شخص ومش اسم بلد ومش لها ضمير، مش مضاف لها ضمير ولا متصل بها الف وايه ولا متصل بها الف ولام، وكمان جايه توضح الاسم اللي قبلها. حد يقول لي يا مس طب ما هي هنا كلمه زيتون هي نفسها كمان نكره، مش اسم شخص ولا اسم بلد ولا مضاف لها ضمير ولا فيها الف ولام. هقول لك تمام، انا المضاف اليه عندي عادي يجي معرفه ويجي نكره، لكن الاسم اللي قبله اللي اسمه مضاف هو دوت اللي بيبقى لازم يبقى نكره، لكن المضاف اليه وارد انه يجي معرفه وارد انه يجي نكره، بدليل ان كلمه العلم هنا جت معرفه بالالف واللام، وكلمه بلادنا هنا جت معرفه ان متضاف لها ضمير، اما كلمه زيتون جت نكره خالص فبرضه هي مضاف اليه. تمام؟ يبقى زيتون دي هي اللي ايه؟ اللي مضاف اليه. عرفت منين ان اللي قبلها نكره وجايه توضح لي اللي قبلها؟ طب جاي توضحها ازاي؟ ان هي خصصت لي ان دي شجره زيتون، عشان انا لو شلت كلمه زيتون هتبقى اكلته منين؟ من شجره ايه؟ شجره تفاح ولا عنب ولا مانجا ولا زيتون ولا جوافه ولا اي شجره؟ فقال لي زيتون تحديدا، يبقى دي كده على طول هو الايه؟ المضاف اليه، عشان توفر عندي الشرطين اللي هو ايه؟ عايزهم. تمام. صليت في مسجد المدرسه. فين هنا الكلمه اللي انا شاكه انها مضاف اليه؟ هتقول لي صليت ده فعل عادي وفي حرف جر، والمسجد اسم مسجد اسم مجرور، المدرسه. طيب عرفت منين؟ مش هينفع ناخدها كده، لازم نحقق الشرطين اللي عندي. ايه اول شرط؟ ان الاسم اللي قبلها يكون نكره. طب هي مسجد نكره؟ اه نكره، مش ما فيهاش الف ولام ولا فيها ضمير ولا اسم شخص ولا اسم بلد، تبقى نكره. طيب ايه تاني؟ ان المدرسه جايه بتوضحها. انا لو شلت كلمه المدرسه صليته في مسجد ايه؟ مسجد المدرسه ولا مسجد المدينه ولا مسجد الرحمن الرحيم ولا مسجد الفتاح العليم ولا اي مسجد بالظبط اللي انا قصدته؟ قال لي مسجد المدرسه، يبقى المدرسه هنا هي اللي ايه؟ اللي مضاف اليه.
تمام. يبقى احنا دلوقتي عشان نعرف نطلع المضاف اليه هم اسمين ورا بعض، الاول فيهم بيبقى نكره والتاني جاي يوضح ويخصص الاسم اللي قبله. لازم عشان تطلع المضاف اليه تحقق الشرطين دول عندي، تمام. نقلب على الصفحه اللي بعد كده. المضاف اليه بيعرب ازاي؟ تمام. المضاف اليه دايما مجرور، ملوش اي حاله اعرابيه تانية غير الجر. يعني اقول دايما مضاف اليه مجرور، طب ما ينصبش ولا يترفع ابدا، المضاف اليه دايما مجرور ملوش اي حاله اعرابيه تانية غير الجر. طب ايه علامات الجر بتاعته؟ قال لي عندي علامتين جر، اما الكسره او الياء. علامات الجر عندي اما الكسره او الياء. خلينا ناخد الاول الياء. الياء في انهي حاله؟ في حالتين اتنين بس، في حالة المثنى وفي حالة جمع المذكر السالم، أما غير كده تبقى بالكسرة. يبقى أنا لما ألاقي عندي الكلمة مثنى أو جمع مذكر سالم يبقى ساعتها تبقى مجرورة علامة جره الياء، أما غير كده مفرد جمع تكسير جمع مؤنث سالم تبقى بالكسرة. طب تعالوا ناخد مثال. لما بيقول لي لون البرتقال أصفر، فين هنا المضاف إليه؟ هتقول لي المضاف إليه كلمة البرتقال. عرفنا إزاي؟ إن اللي قبلها جاي اسم نكرة، لون ما هيش اسم شخص ولا اسم بلد ولا فيها ضمير ولا متصل بيها ألف ولام، والبرتقال جاي توضح لي وتخصص لي لون ايه بالظبط، لون العنب ولا المانجا ولا الجوافة ولا انهي لون. تمام. يبقى هي دي المضاف اليه، اعرابها ايه؟ مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسرة. طب ليه عربتها بالكسرة؟ عشان هي البرتقال ايه؟ عشان البرتقال هنا جاية جمع ايه؟ تكسير، واحنا قلنا ان جمع التكسير بيجرب الايه؟ بالكسره. تمام. جهود المعلمين كبيره، فين هنا المضاف اليه؟ قال لي كلمه كبيره. لا كبيره كده صح؟ لا كبيره كده غلط. ليه؟ امال كبيره هنا تعرب ايه؟ كبيره هنا تعرب خبر، لان جهود مبتدا وكبيره خبر. فين هنا المضاف اليه كلمه الايه؟ المعلمين. عرفت منين ان اللي قبلها جاي اسم نكره يا مس، وهي جايه توضح لي وتخصص لي الاسم اللي قبلها؟ جهود مين؟ جهود المعلمين ولا الاطباء ولا المهندسين ولا المحامين، اي جهود بالظبط؟ فقال لي جهود الايه؟ المعلمين. تعرب ايه بقى؟ مضاف اليه مجرور وعلامه جره الياء. طب انا ليه جرتها بالياء؟ قال لي عشان هي جمع مذكر سالم. ما انا قلت في حاله المثنى وجمع المذكر السالم هتبقى علامه الجر الياء، غير كده هتبقى علامه الجر الايه؟ الكسره. تمام. ودي كده كانت علامات اعراب الايه؟ المضاف اليه. تمام. عندي بقى بعض الملاحظات الخاصه بالمضاف اليه. اول حاجه ان الاسم اللي قبل المضاف اليه اللي هو الاسم النكره اللي المضاف اليه بيبقى جاي يوضحه ويخصصه بيعرب بيسمى مضاف، بيتسمى مضافا. طب هل هو بيعرب مضاف؟ لا، بيعرب حسب موقعه في الجمله، بيعرف حسب موقعه في الايه؟ في الجمله. يعني عادي ممكن يجي مبتدا، يجي خبر، يجي فاعل، يجي مفعول، عادي جدا يجي اسم مجرور، مش مشكله. هو يعرف حسب موقعه في الجمله، لكن اسمه مضاف بس، لكن ما بيغيرش حاجه في موقعه الايه؟ الاعرابي. تمام. يعني مثلا زي ما بقول شجره التفاح مثمره، فين هنا المضاف اليه؟ كلمه التفاح. طب وشجره؟ قال لي شجرة هنا اسمها مضاف. طب هعربها مضاف؟ قلنا لا، هتعرف حسب موقعها في الجملة، دي جاية في أول الجملة هتعرب مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. تمام. دي كده كانت أول ملحوظة عندي. تاني ملحوظة إن الاسم الواقع بعد كلمة كل وبعض ونفس ومع ومعظم وجميع وذو وغير وسوى، الاسم اللي جاي بعدها، الاسم اللي جاي بعدها بيعرب مضاف إليه. الاسم اللي جاي بعد الكلمات دي والكلمات دي تتحفظ، الاسم اللي بعدها بيعرب ايه؟ مضاف اليه. يعني لما بيقول لي كل المهندسين ماهرون، انا شفت عندي كلمه كل، يبقى اللي بعدها على طول يعرب مضاف اليه. اللي بعدها على طول يعرب ايه؟ مضاف اليه. فالمهندسين هتعرب مضاف اليه مجرور وعلامه جر مجرور وعلامه جره الايه؟ الياء، لانها جمع مذكر سالم. اطفأت معظم البيوت انوارها، قال لي اعربي كلمه البيوت من غير ما ابص بقى واعرف الجمله اسميه او جمله فعليه، اشوف قبلها ايه. لقيت قبلها كلمه معظم، كلمه معظم دي من اسم الكلمات اللي انت قلتي ان الاسم اللي بعدها بيعرب مضاف اليه، يبقى هنا كلمه البيوت هتعرب ايه؟ مضاف اليه مجرور وعلامه جره الايه؟ الكسره. تمام. طيب هي الكلمات دي بقى بتعرب ايه؟ قال لي لا، دي اعرابها عادي حسب موقعها في الجمله. يعني هنا جاي موقعها في الجمله كلمه كل، اعرابها مبتدا عادي جدا، ما احنا قلنا ان المضاف بيعرب مبتدا. وعندي كلمة معظم، أطفأت معظم، مين اللي أطفأت معظم؟ معظم هنا جاية فاعل،
عادي، يبقى الكلمات دي تعرب حسب موقعها في الجملة، أما الاسم الواقع بعدها هو ده اللي مضاف إليه، هو اللي بيبقى إيه مضاف إليه. دي كده كانت تاني إيه ملحوظة عندي. تالت ملحوظة عندي، الاسم الواقع بعد الظرف يعرب غالبا مضاف إليه، يعني مش دايما بس في أغلب الأحوال بيعرب إن هو إيه مضاف إليه بعد الظرف. أنا عندي إن الظرف بينقسم لنوعين، إما ظرف زمان أو ظرف إيه مكان. فبيقول لي العصفور فوق الإيه الشجرة، فين هنا الظرف؟ قال لي كلمة فوق. فين هنا بقى المضاف إليه؟ قال لي كلمة الإيه الشجرة، عشان إحنا قلنا إن بعد الظرف غالبا بيعرب إيه مضاف إليه، بس بشرط إن الظرف ده ما يكونش منون، يعني ما يكونش عليه إيه تنوين، يبقى الشجرة دي هي اللي إيه اللي مضاف إليه. تاني مثال، سافرت مساء الخميس، فين هنا المضاف إليه؟ الخميس، عشان كلمة مساء جاية ظرف واللي بعدها جاي ايه مضاف اليه، بس احنا قلنا ان شرط ان الظرف ده ما يبقاش منون، يعني انا لو قلت مساء انا الخميس يبقى اصبحت دي كده مش ظرف، مش مضاف اليه، تمام. شرط ان الاسم عموما الاسم الواقع قبل المضاف اليه اللي هو المضاف ما يكونش منون، ما ينفعش يكون منون، تمام. دي كده كانت تالت ملحوظة عندي. رابع ملحوظة بقى، ان اي ضمير عندي متصل باسم، اي ضمير جاي ماسك في اسم بيعرب ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. اي ضمير متصل باسم يعرب ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، زي ما بيقول لي القرية خيراتها كثيرة، فين هنا الضمير اللي متصل فيها؟ قال لي الهاء اللي في كلمة خيراتها. طب خيرات دي اسم ولا فعل؟ قال لي اسم، يبقى الضمير دوت ما دام متصل باسم يعرب ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. يعرب ايه؟ ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. نقول تاني، اي ضمير متصل باسم يعرب ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، تمام. اخر ملحوظه عندي بقى، ان الاسم المضاف اللي بيجي قبل المضاف اليه لو جه مثنى او جه جمع مذكر سالم بنحذف من تحذف منه النون، مش دايما المثنى وجمع المذكر السالم بيبقى اخره نون، بنحذف منه النون. يعني ايه؟ زي ما قال لي معلمو اللغه العربيه مخلصون. هي الجمله دي اصلها ايه؟ اصلها معلمون اللغه العربيه. هنا معلمون دي جاي بعدها ايه كلمه اللغه، دي جايه مضاف اليه، عشان كلمة معلمون دي جاية نكرة وهي جاية توضحها، معلمون ايه بالظبط؟ قال لي اللغة العربية، فحددت لي وخصصت لي الاسم اللي قبلها. في حالة بقى ان الكلمة اللي قبلها جاية مثنى او جمع مذكر سالم هتحذف منها الايه؟ النون، هتحذف منها الايه؟ النون، فهتبقى معلمو اللغة العربية مخلصون. وكذلك في حالة المثنى هي اصلها معلمان اللغة العربية. فين هنا المضاف اليه؟ كلمة اللغة، عشان جاي توضح لي وتخصص لي الاسم اللي قبلها اللي هو الايه النكره. بس ما دام الكلمه اللي هي المضاف جت مثنى يبقى انا هحذف منها الايه النون، هتبقى معلمه اللغه العربيه، تمام. وكذلك في حاله النصب او الجر هتبقى رايت، المفروض معلمين، رايت معلمين، بس عشان جت بعدها مضاف اليه بقت معلمي وحذفنا النون، هي اصلها معلمين فحذفنا منها الايه النون، تمام. دي كده كانت الملحوظات اللي عندي. ناخد بقى كده التقييم. بيقول لي حدد المضاف اليه واذكر علامة اعرابه. عايزين هنا نعرف فين الكلمة اللي هي المضاف اليه في الجمل دي. النيل مصدر الحياة، عشان اعرف احدد نوع الايه الجملة وابدأ اعرف معايا كده. النيل دي تعرب ايه؟ ده اسم وقع اول الجملة يبقى مبتدأ، واسأل بعد كده بعد المبتدأ بايه؟ بماله او مالها، عشان اطلع الخبر. النيل ماله؟ مصدر هي اللي ايه اللي خبر. امال فين المضاف اليه؟ قال لي المضاف اليه مس كلمة الحياة. عرفت منين؟ قال لي اول حاجة عشان الاسم اللي قبلها جاي نكرة، وقلنا يعني ايه نكرة؟ اللي قلناه في اول الفيديو، ان هو مش اسم شخص ومش اسم بلد وما فيهوش ضمير ولا في الف ولام. وكمان الحياة جاية توضح لي وتخصص لي مصدر ايه بالظبط؟ النيل مصدر السعادة ولا مصدر الشرب ولا مصدر الحياة؟ قال لي الحياة، يبقى دي مضاف اليه. طيب ايه هي علامة اعرابه؟ ايه علامة اعراب كلمة الحياة؟ احنا قلنا ان المضاف اليه علامة اعرابه اتنين، اما الياء واما الايه الكسرة، وقلنا الياء في حالة المثنى وجمع المذكر السالم. هي كلمة الحياة دي مثنى او جمع مذكر سالم؟ لا، دي كلمة عادية مفرد، يبقى علامة جره الايه الكسرة. كافأ المعلم كل المتفوقين في الفصل، فين هنا المضاف اليه؟
هتقول لي يا مس في كلمة كل، وحضرتك قلتي إن اللي بعد كل على طول بيعرب مضاف إليه. أيوه برافو عليك، يبقى كلمة المتفوقين هي اللي إيه؟ اللي مضاف إليه عشان جاية بعد كل. طيب هتبقى علامة إعرابها الإيه؟ علامة جرها الإيه؟ الياء، لأنها جمع مذكر سالم، وإحنا قلنا إن المضاف إليه علامة جره الياء في حالة الإيه؟ المذكر السالم والمثنى. تالت مثال، ركبت سيارة إسعاف، فين هنا المضاف إليه؟ هتقول لي المضاف إليه مش هتنفع سيارة عشان اللي قبلها جاي فعل، وإحنا قلنا إن المضاف إليه لازم يجي قبليه اسم ويكون نكرة، فمش هتنفع كلمة سيارة، فهتبقى كلمة إسعاف. ليه؟ عشان سيارة قبلها جاية نكرة، وكمان هي جاية توضح لي وتخصص أي سيارة، ركبت سيارة صديقي ولا سيارة أبي ولا سيارة المطافي ولا سيارة المدرسة ولا سيارة الإسعاف، قال لي الإسعاف، يبقى اتحقق فيها الشرطين بتوع المضاف إليه. تمام. طب إيه هي علامة الإعراب بتاعت كلمة إسعاف؟ هي مش مثنى ومش جمع مذكر سالم، يبقى علامة جرها الكسرة. تمام. بعد كده بيقول لي قصة الأم حكاية رجلين كريمين، فين هنا المضاف إليه؟ قصة دي فعل والأم فاعل والحكاية مفعول به. حكاية مين؟ حكاية مين؟ حكاية أخوات ولا رجال ولا حكاية مين بالظبط؟ قال لي حكاية رجلين، يبقى رجلين جت توضح الاسم اللي قبلها، وكمان الاسم اللي قبلها جاي ايه؟ نكرة، يبقى فين هنا المضاف اليه؟ كلمة رجلين. طب علامة إعرابها هتبقى ايه؟ دي مثنى، وحضرتك قلت ان المثنى وجمع المذكر السالم بتبقى علامة جره الايه؟ الياء. وده كده كان نهاية درسنا، واتمنى ان شاء الله ان انتوا تكونوا استفدتوا.